تواصل وزارة الصحة استقبال الوافدين القادمين إلى البلاد في مركز الفحص الطبي بأرض المعارض للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها مؤسسات الدولة كافة للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس. نعم، وأعلنت الوزارة استقبال الوافدين من سكان محافظة الفروانية اليوم، فيما تم تأجيل استقبال سكان محافظة حوالي والأحمدي والعاصمة لوقت سيتم الإعلان عنه لاحقا. لليوم الرابع على التوالي أرض المعارض يستقبل توافد أعداد كبيرة من الوافدين، ليصل العدد إلى حوالي 4500 بمحافظة الفروانية لليوم الرابع، والمقيمين من الجنسيات المصرية واللبنانية والسورية، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية بالكشف عن فيروس كورونا المستجد. اول ما يجون عندنا طبعا راح يكونون من منطقه الفرز، يتم اخذ درجه حرارتهم بشكل مبدئي، اذا شفنا درجه حراره مرتفعه راح يجون على طول للعزل، راح ناخذ منهم عينه، اذا شفنا ان حرارتهم مو مرتفعه بالبدايه قاعد يدشون عندنا بالانتظار، بعد يدشون عند تسجيل البيانات، ومن ثم يدشون عندنا بالفحص مثل ما تشوف ورانا. وعملت وزاره الداخليه والدفاع المدني باشراف من وزاره الصحه على تنظيم الوافدين في مقر الفحص للبدء في تسجيل واخذ المساحات منهم. الامور بخير الحمد لله، ميسره يعني، ما فيش خمس دقائق كنا داخلين وطالعين. يعني مستغرب انه امبارح يقولوا في زحمه وفي زحمه، الظاهر انه خفت الزحمه والامور خير، والله يعطيكم العافيه، ونشكر دوله الكويت على تعاونها وصبرها علينا. يعني ما شاء الله طبعا على الوضع جميل جدا وممتاز، السرعه ممتازه جدا، القابليه ليهم حتى في الابتسامه بتاعتهم ما شاء الله ممتازه يعني، فبالنسبه لخدماتهم يعني جميله جدا بصراحه. والله انا جيت بقالي بالظبط ربع ساعه، ده اول ما دخلت كان العمليه منتظمه ومفيش اي عراقيل او اي حاجه، ودخلت وخلصت بسرعه ما خدتش وقت خالص يعني، وبصراحه يعني كل حاجه هنا ممتازه ومفيش اي حاجه ومفيش اي مشكله. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد دعت الوافدين القادمين من السفر من 23 دولة منذ 27 من فبراير الماضي وحتى 11 مارس إلى مراجعة مركز الفحص الجديد في أرض المعارض لمتابعة الإجراءات الوقائية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد وحتى الثلاثاء المقبل. مشاهدينا الكرام، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مركز الفحص الطبي بأرض المعارض الزميل وائل مراسل تلفزيون دولة الكويت. وائل، بعد التحية هل تطلعنا على الصورة من حولك؟ تفضل. اهلا وسهلا بكم. نعم، مثل ما ذكرت متواجدين في مركز الفحص الطبي في ارض المعارض، ولله الحمد يمكن يعني اليوم هو اليوم الرابع، يعني انطلقت منذ اربعه ايام واليوم هو اليوم الرابع، بدات في محافظه الجهره بعد مبارك الكبير، واليوم اليوم وامس محافظه الفروانيه، يعني تبدا منذ الصباح الباكر الساعه 8 صباحا فتح باب الفحص، ونشاهد يعني منذ فتح باب الفحص تواجد وزارة الداخلية في الصفوف الأولية لتنظيم، بعدها يتبعهم الدفاع المدني والمتطوعين، ثم ينتقلون إلى داخل القاعات في لاستقبالهم وزارة الصحة بطاقم التمريض والدكاترة لإتمام عملية الفحص بشكل كامل، وتبدأ من الساعة 8 صباحا حتى تقريبا الساعة 6 حتى ينتهي حضور اليوم نفسه، وعلى أن تستمر في استقبال باقي المحافظات إن شاء الله غدا وبعده. الآلية تمشي بأكمل وجه، جميع من يحضر اليوم للفحص مستعد بشكل كامل وتام، وبنفس الوقت الأمور سلسة وتسير على وفق الخطة الموضوعة من التنسيق بين الجهات، عفوا وزارة الداخلية والدفاع المدني ثم وزارة الصحة، إلى أن يغادر الشخص طبعا استخدام كافة الأمور الإرشادية والتوعوية، إلى أن يصل الشخص إلى الفحص ثم يقادر، بعد أن يقادر يكون الشخص لديه كافة المعلومات، ويتم بعدها الانتقال إلى كافة الجهات بسلاسة وتعاون كاف بين كافة الجهات. نعم، جهود حثيثة تقوم بها مؤسسات الدولة كافة للمساهمة من حد انتشار هذا الفيروس. وائل العنيزي من أرض المعارض مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.